ist das Rufen von jemandem, der tot ist. Und er ist in den Schirk gefallen. Bei manchen Leuten ist er gleich ein Muschrik. Es gibt Leute, die rufen, die holen gleich ihr Stempelkasten raus und sagen Kafir oder Muschrik. Warum? Weil diese Leute, liebe Geschwister, ein krankes Herz haben. Absolut, absolut richtig, 100%. Es bringt dir nichts. Du wirst dafür weder belohnt noch sonst was. Du kriegst dafür nichts. Verstehst du, was ich meine? Auch wenn du richtig liegst. Aber die Gefahr, wenn du falsch liegst, ist einfach viel zu groß, riesig bestraft zu werden. Deswegen lässt du die Finger einfach von diesem Thema und Punkt aus Mickey Maus. رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا يقرأ إلا كتب فلان وفلان من المعاصرين وأكثرهم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به بالإيمان، فيما يتعلق به بالكفر، وهذا سبب خلل كثير ممن ينظر في هذه المسائل، لا يربط هذه المسألة به بالأصول، يظن أن مسألة العذر بالجهل هكذا منفكة، لا علاقة لها به بالإيمان، ولا علاقة لها به بالكفر، لا، بل هي أصل أصيل مفرعة عن مسائل الإيمان وما يتعلق به، فضبطك لمسائل الإيمان وما يتعلق بحقيقة الإيمان، وهذا أهم شيء، مما يتألف مما يتركب الإيمان، ما معنى الإيمان عند السلف؟ هذا ينبني عليه مسائل كثيرة فيما يتعلق به بالكفر وكذلك بمسألة العذر به بالجهل. ووجدنا بل هذا الذي يظهر من كثير من الناس الآن، إنما يجعلون مسألة العذر بالجهل غطاء يسترون به بدعتهم فيما يتعلق به أنه لا كفر إلا باعتقاده، لا يريد أن يصرح بأنه لا يكفر لأنه لم يعتقد، وإنما يقول ماذا؟ جاهل. إذا كل من قال كفرا وفعل كفرا لا يكفر حتى يعتقد، فإذا قال كفرا قال هذا جاهل، وإذا فعل كفرا قال هذا جاهل. ولذلك سووا بين الأمور كلها، من سب الله تعالى، من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب القرآن، من كذب الأنبياء، لا بد أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، والأصل فيه أنه مسلم ويعذر بالجهل. بل وصل بهم الحال إلى أن من سجد إلى صنم، بل من مزق المصحف ووضعه تحت قدميه، بل لو بال عليه لا يكفر حتى تقام عليه الحج. هؤلاء كفار ليسوا مسلمين. حينئذ نقول هذا مرده، جعلوا مسألة العذر بالجهل غطاء ليستروا هذه العقيدة الفاسدة، بل هذه العقيدة الكفرية الطاغوتية، ليس عقيدة أهل الإسلام. الحمد لله في أدب كلام، ودن توحيد عقيدة.